فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى: ومن دخله كان آمنا، كيف نوفق بين هذه الآية وبين ما حدث في مكة من قتل لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه وما فعله القرامطة وغير ذلك؟ هذا تعدي على الحرمات، تعد على الحرمات. ومن دخله كان آمنا، يعني أمنوه، الواجب أن تؤمنوه ولا تعتدوا عليه. نعم.